في قلب العاصفه الانتخابيه الصحافه الامريكيه تتلاعب بمصير الخامس من نوفمبر فمع بدء العد التنازلي تتصاعد وتيره المعركه بين المرشحين الديمقراطيه كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب الساحة ليست فقط للسياسيين، فالصحافة الامريكية باقلامها الحادة وتاثيرها العميق تتجلى كطرف رئيس في توجيه هذه المعركة، وبينما تعلن صحف دعمها لاحد المرشحين، تلتزم بعض الصحف بمبدا الحياد حفاظا على مصداقيتها. هذا الانقسام يثير تساؤلات حول مدى تاثيرها على الناخبين ومدى قدرتها على الحفاظ على دورها كحارس للحقائق في خضم الفوضى الحالية في السياسة الامريكية. صحيفة سياتل تايمز أعلنت دعمها الكامل لكاميلا هاريس دفاعا عما أسمته الحفاظ على الديمقراطية المهددة وإحياء للصحافة الأمريكية من التدهور والتدني، كما أن صحيفة نيويورك تايمز بررت تأييدها لهاريس كونها الخيار الوطني الوحيد للرئاسة، أما صحيفة نيويورك بوست فأعلنت تأييدها لدونالد ترامب معتبرة أنه يمثل الخيار الواضح من أجل مستقبل أفضل فضلا عن تصويره بالمرشح الوحيد القادر على ضمان الامن على الحدود في مقابل ذلك اعلنت صحيفه واشنطن بوست الامريكيه التي يملكها الملياردير جيف بيزوس انها لن تدعم لا الديمقراطيه هاريس ولا الجمهوريه ترامب حيث برر بيزوس ذلك بان الحقيقه المره ان الامريكيين لا يثقون بوسائل الاعلام 45. قرار واشنطن بوست ياتي في عقب خطوه مماثله اتخذتها صحيفه لوس انجلوس تايمز بعدم ايدي هارس بسبب دعمها حرب الاباده الجماعيه على غزه وبينما يشتد الاستقطاب السياسي في الولايات المتحده تكافح الصحافه الامريكيه للحفاظ على مصداقيتها وسط بحر من التضليل والانحياز هذا الانقسام مراه للمشهد السياسي المتوتر وحاله الاستقطاب العنيفه التي تجعل مشاهد فوضى الكابيتول في السادس من يناير حاضره في الاذهان